أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحدث. اختتم البرلمان الموريتاني آخر دورة له في هذه المأمورية المنتهية بعد أسابيع فقط، ولكن ماذا عن المشهد السياسي بعد هذه المحطة من تاريخ البرلمان الموريتاني؟ ماذا عن المشهد السياسي وماذا عن المسار التشريعي والسياسي؟ ما طبيعة البرلمان القادم؟ ماذا عن الخصوصيات والمميزات السياسية والتشريعية التي ستطبع المشهد التشريعي في موريتانيا؟ لمناقشة هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أستضيف لكم البرلماني النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ محمد والبابانا. أهلا بك سيد نايب. أهلا وسهلا. بداية، ماذا عن اللحظات الأخيرة للبرلمان المنتهي الصلاحية، إن صح ذلك مجازا، في بعد أسابيع فقط؟ شكرا. منتهي المأمورية على صح. على كل حال، هي لحظات كأي لحظات تمر بانتهاء فترة ما تميزت بأداء من مستوى معين لهذا البرلمان، طبعه مستوى من التجاذب وطبعه أيضا مستوى من النشاط. الناس تختلف في تقييمها لهذا النشاط ولهذا التجاذب ولهذا الدور الذي لعبه هذا البرلمان الحالي المنصرف، لكن في النهاية تبقى دورة برلمانية في بلد يخطو خطواته الأولى تجاه الديمقراطية، تميزت في شكلها العام بتنوع، وإن كان تنوع محدود إلا أنه تنوع ساهم بمستوى معين بإضافة مجموعة من النصوص التشريعية في هذه المأمورية، وبالقيام ببعض الرقابة على العمل الحكومي من خلال الأسئلة الشفهية الموجهة من طرف أعضاء الجمعية الوطنية. مشاركته في الأحداث السياسية في نظر البعض كانت غير كبيرة جدا مقارنة بالبرلمان الذي قبله والمأمورية التي كانت قبل ذلك. طبعا ربما خصوصية المرحلة أملت ذلك، وربما أيضا ربما أبرز الأحداث التي مرت ب طبعا هذه هي التعديلات الدستورية الأخيرة التي كانت مثارة جدل واسع داخل على كل حال. هو التقييم في النهاية يبقى تقييم الآخرين. أنا كنت داخل الغرفة وقد لا يكون تقييمي موضوعيا بما يكفي، لكن للعموم كانت مأمورية عادية. السؤال المطروح الآن، وأنتم تختتمون آخر دورة برلمانية، طبعا يأتي هذا الختام لهذه الغرفة المنتهية المأمورية في خضم الحراك السياسي والترشح أيضا للبرلمان الموريتاني في ظل تداخل الآجال القانونية. برلمان قائم ينتهي بعد أسابيع وترشحات من نفس الغرفة في المشهد السياسي، كيف تقرأ من الزاوية القانونية؟ على كل حال، هذا غير مؤثر إطلاقا على المسار التشريعي. هذا البرلمان يظل بعمله إلى اليوم الأخير قبل استلام البرلمان الجديد في الأول من أكتوبر، في الشهر بعد شهر تقريبا أو بعد شهرين. وعلى العموم ليس هنالك أي فراغ تشريعي، يظل البرلمان يشرع حتى يأتي ويراقب حتى يأتي البرلمان الآخر، وهذه هي سنة تداول العمل. لا يوجد إشكال قانوني في تداخل الأجل إطلاقا، ليس هناك. الانتخابات هي يوم واحد في شهر 9، والشوط الثاني لا يعود يوم 15 في شهر 9، والدورة ينص الدستور على أن الدورة العادية تكون الأول من أكتوبر المقبل، وبالتالي سيلتئم البرلمان الجديد بإذن الله تعالى في ذلك التاريخ وسيواصل مهامه التشريعية، وإن شاء الله تكون أحسن. إذا لا موضوعية في الحديث إطلاقا، ليس هناك أي فراغ وليس تشريعي ولا رقابي ولا شيء من هذا القبيل. طبعا هل هناك استثناء قانوني قد يدعو لجلسة أخرى طبعا كما يتساءل البعض؟ طبعا هو رئيس الجمهورية الحق في دعوة البرلمان في دورة استثنائية، لكن لا أعتقد أن هناك من النصوص ما يتطلب. هل الملامح السياسية الآن قد توحي بذلك؟ لا إطلاقا، لا أرى لذلك أي منطق. على الأقل الناس واحدة للترشحات والانتخابات. ثم إشكالية نختار نطرحها سابقا، نتجاوز على برلمان قائمة فيه أعضاء مترشحين أيضا على قوائم طبعا أخرى في الانتخابات المقبلة، هل يجوز في المنطق القانوني انتخاب من له الشرعية أصلا؟ ناس دخلت في
في معركة الانتخابات، والظاهر اللي انت اللي حطها راح باله كان مش عارف حد والله ما مشى، وملاحقته في اسبوعين او ثلاثة اياك تنقلع منه البلاصة ظهر لنا غير مجدية. وبالتالي عادة هذا النوع من الاوقات واوقات الحركة السياسية واوقات التحولات من حزب الى حزب ومن مشروع الى مشروع، لا اعتقد ان هذا سيؤثر على وضعية البرلمانيين الحاليين في الايام المتبقية وهي قليلة، ولا على المقبلين ايضا، لانهم عندما ينجحون في تحت اعلام احزاب جديده يكونون منتمين لها بحكم القانون. اذا ما عدنا الى المشهد السياسي بصفه عامه، كيف تقرا ملامح البرلمان القادم، خصوصا انه برلمان ياتي بعد الغاء مجلس الشيوخ باستفتاء شعبي؟ الاكيد هو ان البرلمان الجاي يا الله يعود متنوع بحكم عدد المترشحين وكثره الاحزاب السياسيه المشاركه في العمليه السياسيه وكثرة المهتمين بها، واخشى ان التنوع هذا يزيد عن الغرض يفيض عن الكأس، لانه قد ياخذ ابعاد متعدده. وعلى كل حال هذا التنوع مهم، ان كانت سيطرة الناس على من يختارون والله زاد حسن الاختيار لعب دور كبير في مدخلات هذا البرلمان المقبل، لكن للأسف إن كانت هذه المدخلات هي المدخلات التقليدية في النظر للمترشح ونعود ما تخطينا في هذه المرحلة المقبلة رواسب المراحل الماضية من قبيل التصويت على الأقرباء والأصدقاء وعدم المبالاة بالتصويت أصلا حتى نصوت على من لا ندرك مثلا مدى أهمية ولوجه إلى هذه المؤسسة الأساسية. وعلى العموم بعد يبقى التنوع قطعا مسألة شبه مضمونة. إذن هل تعتقد بأن ضرورة التنوع في البرلمان القادم نتيجة لحساسية المرحلة المقبلة خصوصا أفق 2019، أم هناك فعلا تحول في المشهد السياسي ربما يعيد تشكيلة المسار السياسي؟ مجرد مشاركة مختلف الأحزاب في العملية السياسية يضمن التنوع، لأن النسبية موجودة قائمة وستحدث مشاركة فاعلة في البرلمان المقبل لمختلف الأحزاب السياسية بمختلف أفكارها تلونات والتوجهات. لا أعتقد أن 2016 لها تأثير مباشر على الانتخابات اليوم، لأن الناس لأنها مثلا غير، لا أنا بعد شخصيا لا أرى التأثير المباشر ل 2019، لكن هناك من يقول بأن المرحلة الحالية قد يكون لها أيضا تأثير في وفق 2019، وهذا هو بيت القصيد اليوم لدى الساسة ولدى كل هذا الحراك السياسي الموجود في المشهد الوطني. بالتأكيد الأكيد أعلن قطعا سر الاهتمام بالولوج إلى البرلمان الجديد، من أسبابه طبعا هذا الذي ذكرت، وهو أن بعض الناس عينوا على المشاركة وما يسمى بالحضرة في المستقبل من خلال تأثير في 2019، لكن قد تؤثر وأنت خارج البرلمان وقد تكون داخل البرلمان وأنت لا تؤثر. هذه المسألة يحكمها منطق آخر هو المنطق الانتخابي الحقيقي، لا هي عقب بعد الانتخابات يظهر ربما له علاقة بنتائج الانتخابات وربما ترتسم وضعية أخرى أيضا لا علاقة لها بنتائج الانتخابات. على العموم هذه واحدة من العناصر اللي قطعا أجت حجم المشاركة، لكن من العناصر الأخرى عناصر ذكرتها في مقابلات سابقة، وهي أعلن النظرة للبرلمان في بلدنا نظرة ما هي متوازنة مع دور البرلمان ولا هي متماشية معه. أنت تجبر شاب متعلم وتجبر إنسان ما هو متعلم وتجبر واحد من وسط آخر، هو همه الكبير أنه يربط بين الوضع الاجتماعي والوضع السياسي، وبالتالي يحاول بولوجه إلى البرلمان أن يحقق وضع اجتماعي أو يحافظ على وضع اجتماعي أو ينتقل من وضع اجتماعي. هذا بين قوسين، هون يقول لك وضع اجتماعي معناه أجملت لك النظرة الطبقية والنظرة العنصرية والنظرة القبلية والنظرة الجهوية. وبالتالي هذا التفكير تفكير مخيف في بلدنا، وللأسف الطبقة السياسية في السنوات الماضية ما قدرت تعالج، العكس كرست ونمت وزاد. هل تعتقد بان الترشحات الموجوده اليوم خصوصا في حزب الاتحاد والجمهوريه حصنت المشهد او حصنت البرلمان المقبل من ولوج مثل هؤلاء؟ لا ابدا، حزب الاتحاد من الجمهوريه وان كان حزبي وانتمي له لانه يصيبه من امراض المجتمع ما يصيبه غيره، ولاني قايل على انه مالي وقف بتاش دون هذه الامراض انتشارها داخل الجسم وداخل الجسم الناس اللي منتميه له، ولاني شايف قاع معالجه حقيقيه من طرف الساسه لهذا الوضع، لانه هو اخطر الاوضاع، لانه يؤدي في النهايه الى التشرذم، يؤدي الى التفرقه، يسوى على اساس عنصري ويسوى على اساس قبلي ويسوى حتى على اساس اسري. تجبر واحد
كلهم ويحطب من اللي له خمس عمان ولا عشرة، ومنطقه منطق مثلا بسيط جدا، ما هو منطقة على النعود يسعف على الماء يخلق والله الضوء يخلق والله الخدمات تخلق والله انه يساعد حكومة معينة ظاهر انه تعدل عمل صالح والله يعارض وحدة ظاهر انه ما تعدلش صالح. لا لا، أغلبية الطموحات تخرج من رحم التأثير الاجتماعي سلبا وإيجابا، إما من يريد أن يحصل على هذا التأثير وإما من يريد أن يسلب الآخرين هذا التأثير. إذا هل هذا يعني بأن البرلمان المقبل قد يكون خرج من نفس المشكات التي خرج منها البرلمان الحالي؟ ربما أوسع شوي. كيف ذلك؟ لأن البرلمانات الماضية على الأقل أول انقبضت الناس على قفل شيء ما، ربما ما فات تنبه الجميع إلى هذا اللي كنت أذكر لك، وإن كان كان حاضر في البرلمانات لا أنكر أن نفس المدخلات في الفكر الاجتماعي العام أنها تماثل الماضي، يا غير ذلك عاد بدرجة أوسع، كان على الساسة والأحزاب أنهم هذه 10 سنوات الماضية والله هذا العقد الماضي على أنهم يحاولوا يشدوا الناس في اتجاه آخر، يجذبوها في اتجاهات أخرى إيجابية أكثر إيجابية، لكن للأسف يبدو أن ماشيين في اتجاه معاكس، وهو على أنك هل من أسباب عودة هذه الظاهرة أو تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى اكتمال خارطة المشاركين في المشهد السياسي الوطني، خصوصا أنه كانت هناك فعلا معارضة مقاطعة، يعني كل هذا الحراك في المشهد السياسي فاقم على أن تكون فضول للجهوية والقبلية والطبقية موجود. هو كثر فقط ما هو مسؤول عنها حجم المشاركة، اتساع حجم المشاركة المفترض فيه أن يكون إيجابيا، لأنه ينقل لك الطيف السياسي برمته إلى داخل المشهد السياسي من خلال العمل البرلماني، لكن ذا اللي منتقد أنا شخصيا هو دخول عوامل أخرى هي التي شجعت المترشحين على الذهاب إلى الترشح. أنا لست ضد أن يكون هناك كذرة أو طفرة في الترشح لأن هذا قد يكون إيجابي في زاوية أخرى، لكن منين تعود دارس الواقع السياسي والساحة فرد فرد والله حزب حزب والله كيان كيان تلاحظ أن الجميع يخرج من نفس المشكات وكأنهم اتفقوا بشكل جماعي على أن المعالجة ولت هذه. أنا لا أحمل أساس أن الواقع الاجتماعي الذي يفرز مثل هذه، شوف لا أحمل بالذات شخص محدد أو حزب محدد، لكني كنت أملي كبير في أن القاطرة وموجة نظري أن القاطرة في العمل السياسي في بلد كيت بلدنا عادة ما تكون الحزب الحاكم، لأن يقولوا البيضان الشاف الصغير عند الكبير، أن الحزب الحاكم بإمكانياته السياسية والبشرية والمادية حتى تسمح والاجتماعية والانتمائية أيضا يسمح له هذا الوضع أن يقود الآخرين إلى مثلا عملية فيها تطور في المجال السياسي، هذا كان هو أملي، لكن هذا بطيء. لكن قد يفهم البعض السيد النائب أن هذا الكلام ربما يدخل في سياق كلام المغاضبين الذي أنا لست هذه الظاهرة التي تشهد الحزب الآن هذا الجمهورية. شوف أنا لست مغاضبا إطلاقا، العكس، أنا على كل حال ماني قاع هو موضوع النقاش، لكن أنا أنتمي إلى هذا الحزب وألتزم بقراراته وقد ملاحظات عليها سأكون حريص على تنفيذ خياراته، ويا غير نتكلم لأني أصلا لم أكن مترشحا حتى أكون مغاضبا، يعني ما تقدمت للترشح شخصيا ولزمن قاع نقول علني ماني مترشح، وعلى كل حال بعد يا الله العدانة ونوع من الرواقي هم اللي يلا يقولوا هذا في المرحلة، لأن فعلا إذا كان حد مغاضب قد يفهم من كلامه أنه تم إقصاء وبالتالي عنده ردة فعل، لا أنا ردة فعلي فهمت من اللي له 4 سنوات أن عملية التطور اللي نبحثوا عنها أنها صعبة، وعلى أن ما تقدم الكيانات السياسية اللي ننتمي لها واللي أنا أنتمي إلى أكبرها وأهمها في الساحة السياسية اليوم ما هم قادرين على إحداث التنوع والتطور المنشود. ما مستوى تأثير هذه الظاهرة التي تحدثت عنها داخل غرفة البرلمان خصوصا في جانبها التشريعي وما إلى ذلك؟ هي على كل حال قد تكون هذه المدخلات على سلبيتها جيبنا واحدة مبطة قد، لكن هذه ما هي الطريقة الصالحة على الأصح. أنا لا مثلا أجزم بأن لله يجوا من خلال هذه التوجهات اللي كنت مذكر لك عنهم يقعدوا، لا يقعدوا ناس مهبطة ويقعدوا يا غير، دي ما هي الطريقة الصحيحة لمجيبتهم، وبالتالي أخاف أن تكون المخرجات النهائية للعملية السياسية أنها تحدثت في جو وفي منطق
غير ملائم لإحداث والله إيجاد برلمان متنوع، تنوع سياسي حقيقي قادر على النهوض والمساهمة في العملية التنموية. إذن سيد النائب، طبعا إذا ما عدنا إلى الترشحات وحمى الترشحات الموجودة اليوم كما يصفها البعض في المشهد السياسي، طبعا خصوصا في حزب الاتحاد من الجمهورية الذي يشهد هو الآخر مغاضبات ودعوات لانضباط الحزب، وهناك أيضا بيان أصدره الحزب للمغاضبين بأنهم ربما يجدوا أنفسهم في لحظة ما خارج الحزب. ما الذي يجري بالضبط داخل حزب الاتحاد من الجمهورية وهو مقبل على استحقاقات قد تكون الأسخن في تاريخ البلاد؟ شوف، الذي يجري داخل حزب الاتحاد من الجمهورية للأسف لا أعرفه بكل بساطة وبكل صراحة، لكني أقيم كغيري من المشاركين في هذه العملية حجم المعلومات التي أرى والنتائج التي أرى. شايف فعلا حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه كغير وراه من الاحزاب كامل، حتى الاحزاب المعارضه العريقه للاسف شفتها ما قدت مثلا تعود على المستوى المطلوب في هذه المرحله بالذات من اخراج مرشحين بشكل سلس وقادرين في نفس الوقت على احداث ما نصبوا اليه جميعا. حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه قطعا انه اصابته هذه الأمور السلبية في هذا الجانب بشكل أكبر، لأنه حزب كبير، ولأن حجم المواطنين كثير، ولأن حجم المترشحين أكثر، ولأن المعالجة اللي تمت، وهون لا أنكرها شخصيا، حكمي وتقييمي الشخصي على العمل كان جيدا في بدايته لكنه كان ضعيفا في نهايته. غير هذا أنا بعد كيف وحدين أخرى دعونا إلى أن هذا يجب احترامه، لأن قد تكون المعالجة بالمواضبة أكثر خطورة على الوضع السياسي وعلى نظرة الناس للمشاريع السياسية من كونك تقبلها وإن كنت تدرك أنها ما هي رياضة بالشكل المطلوب. أكيد، لكن لا تعتقد أخطأ بأن هذه الصورة التي تتحدث عنها من ربما وضعية داخلية الحزب قد تؤثر على منافسته للآخر، خصوصا أنه من أكبر الأحزاب التي تعول عليها الأغلبية؟ شوف، هو الحزب مر بعدة مراحل وأنا فيها ياسر ما هو عاجبني شخصيا وعبرت عنه في وقته وفي مكانه. المعالجة اللي عدلت له في البداية انهارات تنصيب وذاك الشيء كامل، بدأت بطريقة ما كانت هي الأحسن رغم على خرق جهود معتبرة وإيجابية في النهاية، ووصلنا لمرحلة قطينا بعض المشاكل. كانت عملية الترشيح واللي للأسف كانت لا في نفس الاتجاه، يسوى الصعب من قلة احترام اللجنة المشرفة على إخراج الترشيحات لذاك اللي طلبت هي على من المعدل من 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 مشاورة الناس ومن كذا إلى آخره. أولا آلية التشاور كانت آلية فضفاضة أقرب هي إلى كيف ترى حظوظ الأغلبية في البرلمان القادم؟ طبعا تبقى للأغلبية حظوظ كبيرة كأغلبية كأحزاب، لكنها تتضاءل بالنسبة لكل حزب على حدة حسب خياراته. طبعا أكبر حزب له في اعتقادي حسب اللي نشوفه بعد يوميا من ردات الفعل ومن الترشحات اللي خلقت من خارجه، اكبر متضرر حتى الان هو حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه، لانه للاسف خرج منه قدر من الناس وترشح من احزاب اخرى من احزاب الاغلبيه. على كل حال، وترشح من احزاب الاغلبيه هذا لا يتم الا في اطار الاغلبيه، لكن بالتاكيد ستتاثر نتيجه. هل تعتقد بان البرلمان المقبل قد يكون البرلمان الاكثر ربما ملفات مناقشه ويواجه فعلا تحديات كبيره، خصوصا انه ياتي في ظل طبعا الاستعداد للرئاسيات المقبله؟ ما طبيعة البرلمان القادم وما هي أبرز التحديات التي تواجهها؟ على كل حال، ما فاتت رأالي شخصيا نطلع على أسماء الناس المترشحة كان قدنا نعرف غير واللي عنده حظوظ النجاح غير. على العموم أخاف من على أن هذا التوسع في عملية الترشيح قد تأتي بما لا مثلا يتناسب مع أهمية المرحلة المقبلة. وتعرف على العموم، لاني ما نعرف امثله محدده بذاتها، شايف من الترشيحات اللي اكثر مؤهله للنجاح ياسر منها قد لا يكون في حجم التطلعات المطلوبه في المرحله المقبله. هل تعتقد فعلا ان الساحه السياسيه اليوم وما تشهده من ترشح للنيابيات قد يكون ظاهره صحيه في بعدها السياسي لكنها غير صحيه في التدافع نحو برلمان قد يكون برلمان من نوع خاص كما يقال؟ أنا ما نبقي نسمي برلمان مرحلة معينة، قد أنا ما نبقي نسمي البرلمان جاي حتى بيدي في أعوام ماني فيه بالنظر لبعض، مع أني ما أتلقى من التجربة طبعا. يعني قايل لك
على نحد شاف حجم تهاوت ونوعيته ومستوى تعود نظرته سلبية مبدئية بالنظر لدقة المرحلة المقبلة وأهميتها وضرورة أنها تكون في مواجهة أن المواجهة فيها تكون بين النخب بالمعنى السياسي الحقيقي وليس بالمعنى الانتخابي البحث الصرف اللي ما هي الحلول المطلوبة على الأقل لتسيير هذه الوضعية السياسية من طرف السياسيين ومن طرف الأحزاب ومن طرف المشرفين على تسيير هذه الوضعية السياسية اليوم؟ طبعا للخروج على الأقل بأجواء توافقية على نتائج. شوف على كل حال الساسة ما ينتصحوا به اللي ما يسمعوا النصيحة قاع الساسة يعرفوا شين قال لغة المصلحة ولغة الواقع ويتقاسموا الامور على هذا الاساس. ما تقدر تنصحهم وتقول لهم انتم يلا تعدلوا يلا تعدلوا اللي هم قدامهم منطق مصلحي فرض عليهم يبتوا فيه مواقفهم باشخاص. تالي اللي نقدر نقول لك في هذا لا اعلن التنوع اللي حاصل على انه كان من الممكن ان يكون تنوعا ايجابيا واخشى ان يكون تنوعا سلبيا. اذا كيف ترى لان الوقت بدا يداهمنا كيف ترى الافق المستقبلي لموريتانيا في ظل الاستعداد للاستحقاقات المقبله برلمان من غرفه واحده الغاء مجلس الشيوخ افق 2019 ذاك الجانب لا يؤثر على المستوى التشريعي والسياسي طبعا ما انا شايف علاقه بين وجود غرفه واحده او غرفتين تأثيرهم على الوضع في المستقبل ماني فاهمه ماني شايفه. شايف لا تأثير نوعية الجمعية الوطنية المقبلة ومستواها قطعا له تأثير على المستقبل. هذا التأثير قد لا يكون حاسم لأن المستقبل القرارات اللي فيه هما قاع ماهم لا يعودوا أساسيين في حسمها لأنها هناك جهات أخرى لها تحسمها وبالتالي هما جزء من الادوات العمل السياسي في المرحله المقبله. الين اللي يعودوا فيهم الناس اللي عندها تاثير حقيقي في الساحه ولا يعود مسموح لهم بذلك يدور عود مستوى مشاركه في المستقبل اكبر. ومنين يعود قاعد ما هو فيهم واكثريه الله يجلال اللي راعوا فيه. ذاك قاعد يعود ما يدور يأثر لكن هناك خصوصيه ربما تطبع هذه الاستحقاقات وهي مشاركه المعارضه بكل طبعا اطيافها مشاركه ترى بانها قد تحسن المشهد على المعارضه داخل حسب اللي وقعت عليه عيني في الاعلام واللي سمعت مشاركه المعارضه ما هي ضايفه شيء جديد لن تضيف جديدا على مستوى البرلمان لانهم وقعوا في نفس الفخ فاغلبهم راهم عندهم خيارات تقعد خارج ذاك السياق لكنهم وقعوا في نفس الفخ الذي وقعت فيه الأغلبية وبالتالي كامل حالته لا ما هي متباعدة. إذا شكرا لك سيد النائب الأستاذ محمد الببانة نائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كنت ضيف معي في هذه الحلقة من برنامج الحدث. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة في أمان الله.